السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العنصري، الانفصالي، الوقح، السطحي، الجاهل. المدعو عمسيب كتب الكلام التالي: الولد القال ماني خايف دراجي الرجالة حق العرب، ولا يفل الحديد إلا الحديد، ولا ينتصر على العربان إلا العرب. لابد من جيش أحمر من أبناء الشمال والوسط. تلك هي رسالة هذا الرجل العنصري، وواضح الرسالة فيها عنصرية موغلة. أرد على نقاط بعينها. أولا، اعترف هذا الكاتب أن هناك نصر وأن هناك هزيمة، أنه هو ومن ورائه من كتائب قد انهزموا تماما. هذا أمر. الأمر الثاني، يقول بوضوح في هذه الرسالة الموغلة في العنصرية أنه لابد من تكوين جيش أحمر من أبناء الشمال ومن أبناء الوسط حتى يتمكنوا من هزيمة العربان. وكتب العرب وكتب العربان، وهذه أيضا عنصرية فجة. لكن في نقطة مهمة لابد أن نقول ونأكدها، أن هذا الرجل، وبما أنهم تحالفوا في خلال الأسابيع الماضية مع حركات مسلحة، نحن قد نادينا وقلنا لهذه الحركات لا تتحالف مع الإخوان المسلمين لأنهم لا عهد لهم، إلا أنهم تحالفوا ومنيوا بهزيمة. يقول هذا الرجل أن هؤلاء قد هزموا لأنهم ليست بعرب. أقول لهذا الدعي: من الذي خولك أن تتحدث باسم أبناء الشمال وأبناء الوسط؟ من أين لك هذه الصلاحية؟ ومن قال لك أن أبناء الشمال وأبناء الوسط هم عرب؟ لك أن تعلم أنت ومن معك أننا نحن نرفع في السودان شعار واحد فقط، وهو أننا نحن سودانيون. لا ننظر إلى الجغرافيا، ولا ننظر إلى القبيلة، ولا ننظر إلى اللغة. هذا التنوع الجميل الموجود في السودان أنت الذي تأتي حتى ترمي فيه هذا المكر وهذا الخبث وهذا الدهاء وهذه العنصرية. لكن اعلم أنك أنت وأمثالك لا مستقبل لهم في هذا السودان الذي سوف يكون خالص لكل أبناء السودان بالعدل وبالمساواة.